اليوم ضمن صباحنا ايضا رح نروح ضمن فقرتنا الاخيره من مؤسسه سوريا بتجمعنا، مؤسسه فريق ساعد التطوعي الموجود بحلب وبكل المناطق. شكرا لكل الجهات اليوم اللي تاركه بيوتها وتاركه جامعاتها ومدارسها كرمال تكون جنب اهلنا. اليوم حنسلط الضوء ايضا على مؤسسه وهي مؤسسه سوريين ايجابيين بالمطلق. شو هي هي المؤسسه وشو هي الانشطه يلي قامت فيها خلال الايام الماضيه؟ قد ايه اليوم مهم الدور التوعيه اللي اديته، قد ايه مهم الكورسات الإسعافات الأولية يلي قامت فيها؟ معلومات كتير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم الصيدلانية جولة نار حسيب أبو فرح وهي مدربة إسعافات أولية. صباح الخير يا جولة نار ويعطيكم ألف عافية والحمد لله على سلامتكم. يسعد صباحك. الله يسعد الحمد لله على سلامتكم. بالبداية خبرينا أكثر عن مؤسستكم، آلية عملها من بداية الكارثة لهلا. بداية الرحمة لأرواح شهدائنا جميعا والشفاء العاجل للجرحى والله يصبر ذوي الشهداء، وشكرا على الاستضافة الحلوة، بتشرف بوجودي معكم. مؤسسة سوريين إيجابيين بالمطلق هي مؤسسة تنموية تدريبية، هدفها الأساسي مساعدة الناس لصقل مهاراتهم لجعلهم يندمجوا بسوق العمل بشكل أقوى، لكن كان لها دور كتير فعال بهذا الزلزال وبظل الكارثة الكبيرة يلي صارت، لأنه نحن كلياتنا تأزمنا نفسيا وصحيا، حتى اللي ما تضرر بالزلزال تضرر نفسيا، اللي ما كان عنده أقارب، الفيديوهات اللي انتشرت بشكل عام على مواقع السوشيال ميديا كانت بتبكي ومحزنة جدا. صحيح. من هون انطلقت مؤسسة سوريين إيجابيين بالمطلق لحتى يكون لها دور فعال ومساعد بهذا الشيء، فكان دورنا بمجال التثقيف الصحي ومجال التثقيف النفسي. طيب وقت منقول تثقيف صحي ونفسي، خلينا اليوم شوي نركز على الجانب الطبي، لان احنا اليوم كنا بحاجته كثير وكنا بحاجه لهي الثقافه الطبيه. اليوم احنا دائما عندنا عصر مفاجاه بامور كثير بتمرق بحياتنا، قد ايه اليوم مهم نحن كاشخاص عاديين يكون عندنا ثقافه الاسعافات الاوليه، نحن كيف قدرانين نتصرف مع الحاله الموجوده قدامنا يعني؟ نحن الهدف الاساسي بمؤسسه سوريين ايجابيين بالمطلق من دورات التثقيف الصحي نجعل الناس قادرين على التعامل مع المرضى بشكل صحيح، لانه بشكل عام التعامل بشكل صحيح بيؤدي لنتيجه صحيحه وانه ما نخسر حياه الشخص يلي معنا، اما التعامل الخطا فغالبا بيؤدي لنهايه حياه هذا الشخص، وقتها بنقول كلمه يا ريت. كلمة يا ريت ما عاد تنفع، لهيك نحن هدفنا الأساسي ما نوصل الشخص ليقول كلمة يا ريت. فنحن كانت دوراتنا التثقيفية الصحية بعنوان كيف نحن بدنا نساعد المسعفين لحتى خلينا نشرح أكثر ونعطي أمثلة ضمن الكورسات اللي ساويتيهم، على شو الأساسات اللي اعتمدتوها؟ اعتمدنا بشكل أساسي كيفية التعامل مع مصابين الزلزال، خاصة الدورات الصحية يلي بلشت من بعد فترة الزلزال، ما كنا نركز كثير على هاي المواضيع قبل الزلزال لأنه ما كان في زلازل منتشرة، بس بعد ما انتشر الزلزال ركزنا بشكل أساسي إنه ندخل محاور كيفية التعامل مع مصابين الزلزال، كيفية السحب الصحيح للمريض، كيفية معالجة الجروح البليغة، كيفية حفظ العضو المبتور، كيفية مساعدة المسعف بالشكل الصحيح لحتى ما نكون عبء على المسعف، بالعكس نكون مساعد له. تمام. يعني كنت عم تحكي عن أهمية التثقيف الصحي أو الطبي، خلينا نحكي كمان عن التثقيف النفسي وعن الدورات اللي أقمتوا فيها عندكم بالمؤسسة. الجانب النفسي هو جانب كتير مهم، لأنه الناس نامت فاقت، لقت حالة خسرانة أهلها، خسرانة بيتها، خسرانة ناسها، فهي حاليا فايتة بحالة صدمة وبحاجة الإيد اللي تمسك بإيدها وتساعدها لحتى اللي تطلع من هذا الجو. فحاولت مؤسسة سوريين إيجابيين بالمطلق بكل الطاقة اللي بتقدر عليها أن توقف بجانب هدول الناس، وحاولوا مدربين الإسعاف النفسي أنهم يساعدوا هدول الناس يعطيهم ألف عافية، ومن هون انطلقت الورشات النفسية اللي أقامتها مؤسسة سوريين إيجابيين بالمطلق، وركزت بالشكل الأساسي على كورس الدعم النفسي اللي كان له دور كتير إيجابي مهم بمساعدة هدول الناس. اليوم فريق المؤسسة موجود بكل المحافظات مثل ما خبرتينا. طيب خلينا نحكي اليوم عن الفئات العمرية. وقت أنا بدي أعمل كورس وجه فيه لقطاع طبي إسعافات أولية، في فئة عمرية تكون مناسبة أو أكاديميا يعني تكون مناسبة؟ تمام. نحن بشكل أساسي بنركز على فئتين أساسيتين، أول فئة بنركز عليها هي فئة الشباب وبالأخص فئة الطلاب الجامعيين، لأن الشباب هن قوة المجتمع. هن اللي قادرين يبنوا المجتمع، وهن بشكل أساسي بس يكونوا واعيين، فنحن ضمن مجتمع واعي لأنه هن القوة الجبارة بالمجتمع. الفئة الثانية اللي بنركز عليها هي فئة الأمهات، لأن الأم هي ركن البيت الأساسي وهي نواة المجتمع، وجود أم واعية ومثقفة وقادرة تتعامل مع أغلب الحالات بيكون ينعكس بشكل إيجابي على الأطفال وعلى تعليم الأطفال وعلى جعل الأطفال واعيين وقادرين يتعاملوا مع أي حالة. تمام. يعني جولة نار، اليوم قبل الكارثة كمؤسسة سوريين إيجابيين بالمطلق شو كانت محاور دوراتكم بالمؤسسة؟ عن شو كنتوا تركزوا أكثر؟ نحن بشكل عام مؤسستنا هدفها أن نتطور من الشخص، فكان لها عدة أقسام، منها القسم المعلوماتي اللي بيشمل دورات الـ ICDL كان في كورسات كتير اللغة الإنجليزية طبعاً، واللغة الإنجليزية اهتمينا باللغات بشكل أساسي لأن اللغات
صار مجالة منتشر وواسع جدا، اهتمينا بالتثقيف الطبي بشكل أساسي وبالتثقيف النفسي. طيب اليوم أنتم متواجدين بمراكز الضيافة أو مراكز لإيواء الأهالين الموجودين ضمن هذا المأوى، موجودين أول شيء؟ مؤسسة سوريين إيجابيين بالمطلق شكلت فريق طبي من كادرها الطبي وأرسلته إلى حلب لمساندة ومساعدة الهلال الأحمر وفرق الإنقاذ، وكان لهم دور كتير فعال وإيجابي ويعطيهم ألف عافية. شو اختصاصهم اليوم الأطباء اللي توجهوا لحلب؟ منهم اختصاصهم طب بشري ومنهم اختصاصهم صيدلة. تمام، خبرينا أكثر، يعني وين مراكز اليوم المؤسسة؟ عم تعطوا شهادات، هل هي مصدقة؟ طبعا عم نعطي شهادات، شهادتنا مصدقه. شهادتنا هي عباره عن وثيقه لحتى لي الشخص، يعني وثيقه بتثبت انه الشخص عنده هاي المهارات، عنده هاي الامكانات، يعني شخص خاضع لدورات الاسعاف، خاضع لدورات المعلوماتيه، خاضع لدورات اللغات، فهي الشهاده قادره انه تثبت انه هو عنده هاي المهارات الكافيه. والحمد لله مؤسستنا باخر فتره اعتمدت كالمؤسسه التنمويه الاولى بمجال الاسعاف الطبي. طيب قد ايه اليوم هي الانشطه الانسانيه الطبيه الى دور ايجابي بالمجتمع والى دور ايجابي اليوم، ان كان على الانفس وان كان على الابدان، لكل حدا اليوم عاش فتره الزلزال اليوم؟ مؤسسة سوريين إيجابيين بالمطلق بتنعكس نتائجها بشكل أساسي لما أي طالب من طلابه بيجي لعنده وبقول له أنا تعرضت لهاي الحالة وقدرت أتعامل معها بشكل صح. لما أي موظف يتوظف بشركة ويقول لهم أنا بسبب دوراتي اللي عملتها كان لي خبرة أكبر وقدرت أني أحصل على هاي الوظيفة، من هون كانت نتائجنا، وكانت نتائجنا واضحة جدا بالزلزال من خلال فريق الطبي اللي أرسلناه وساعد المؤسسات الإسعافية اللي موجودة هناك، ومن خلال الورشات النفسية اللي عملناها وكان لها استقبال كتير كبير. طيب احكي لنا اكثر عن الصعوبات اللي واجهتكم اليوم كشباب وصبايا عم تساعدوا يعني بهي الكارثه، شو الصعوبات اللي واجهتكم؟ هلق واجهنا صعوبات انه يمكن اهم شيء التشبيك او شيء ضمن الكارثه، يعني صار في ضمن الكارثه صارت الشباب صارت تخاف، صار في يعني صار قلة وعي، يعني الناس الشباب اللي ما أنا عاملة دورات إسعاف وحابة تساعد صار في قلة وعي. فنحن كنا حابين بشكل أساسي إنه إذا صار الزلزال بأي مكان تاني يكون هذا الوعي موجود. لهيك من هون انطلقنا نحن دوراتنا بالتثقيف الصحي لحتى نعطي مجال لأنه أي شخص بالبيت يكون قادر يساعد، بس بالطريقة الصحيحة يلي ما بتأدي لحالة المريض إنها تدهور. لأنه نحن هدفنا الأساسي بالإسعاف الأولي إنه ما نخلي المريض حالته تدهور ونحافظ على حالته مستقرة قدر الإمكان لحين وصول الطبيب المختص أو المستشفى المختص أو لحين نقله للمشفى. هلا ذكرتي نقطة إنه هي خلينا نقول قلة ثقافة بالتجربة، يعني نحن للأسف ما عندنا خبرة اليوم، يعني زلزال، يعني أنت عم تحكي بزلزال اليوم آخر شيء ممكن تتوقعي يعني، ولكن اليوم بسوريا فينا نتوقع كل شيء بقى يعني للأسف. فاليوم هذا التخبط اللي صار ببداية أول يوم هو كان شيء طبيعي، كان منكم أو كان من جميع المؤسسات، من الأهالي، من وكالات الإعلام، من أي حدا، اليوم طبيعي، اليوم بده في عنصر مفاجأة دخل جديد على حياته. ولكن يمكن ثاني يوم ثالث يوم بلش شوي شوي تنظيم ورحتوا تعرفوا حطيتوا داتا اشتغلتوا عليها. كان في شغل مع مؤسسات أخرى، يعني كنتوا عم تنسقوا مع حدا على نفس الشغل أو كنتوا لا شغلكم لحال؟ لا. لأنه بأول يوم كان في اجتماع للجمعيات والمؤسسات واشتغلوا على خطة توجهوا من خلالها للمحافظات السورية. كانت آلية العمل نفس الشيء أو كنتوا فردي العمل؟ كان عملنا فردي، لكن مثل ما حكيت الفريق الطبي اللي تشكل من مؤسستنا طلع ليساند فرق الأسعاف اللي موجودة هناك، ما طلع بشكل فردي. تمام، يعني بعد مرور أسبوعين على الكارثة لسه جهود مؤسستكم مستمرة بالعمل؟ وين موجودين أكثر هلأ الفريق؟ تخبرينا شو عم يساووا هلأ؟ المؤسسة بشكل عام مثل ما حكيت هي بتركز على اول شيء تثقيف الناس لحتى في حال صار اي شيء لقدام، مثل ما حكت الاستاذه نحن صرنا لازم نتوقع اي شيء، ففي حال صار اي شيء يكون الناس قادرين انهم يتعاملوا بالشكل الصحيح مع هدول الناس، ما نكون ناس نوصل لمرحله نحن ما بنعرف شو نتصرف. فكانت كورساتنا كثير غنيه بهذا الموضوع، نحن عم نعلم الناس كيف تتعامل بالشكل الصح، عم نحاول اي عائله منكوبه جاي من حلب نستضيفها عنا لحتى تدخل ببرشاتنا بالقسم النفسي، لحتى مثل ما حكيت نكون كشعب ايد بايد لحتى نساعد هدول الناس ونكون واقفين جنبه لانه بالنهايه نحن لبعض. طيب جولانار، اليوم وقت بنحكي عن كورسات وندوات طبيه ثقافيه اسعافات اوليه، اليوم نحن بعيدين عن الشق المادي، بعيدين عن المساعدات الانسانيه، عن السلال، عن مستلزمات مراكز الإيواء، يعني اليوم أنتم بحاجة شيء لهذا الدعم مثلكم مثل كل المؤسسات؟ هلا كدعم مادي يعني لتقدروا تدعموا أنتم من خلاله الأشخاص؟ نحن حبينا ندعم الأشخاص بالشيء اللي نحن موجود عندنا.
بالمتاح بالمتاح، بس ابدا ما حبينا ندخل الموضوع المادي او اي موضوع ثاني. تمام. جولنار بلشتوا ولا لسه المحاضرات والدورات عن التثقيف الصحي ولا الطبي؟ دوره التثقيف الصحي بدات ثاني يوم بعد حدوث الزلزال فورا. في يمكن الاربعاء دوره او محاضره موجوده؟ نحن دورات مفتوحه بشكل كامل كل يوم. خبرينا كيف ممكن الواحد يسجل، يعني وين المراكز موجوده بالشام او مكان؟ مراكزها متشعبه بكل المحافظات السوريه. اي محافظه سوريه في لنا مركز موجود فيها. بتقدر التسجيل عن طريق الاتصال باداريات المركز، باداره المركز، او عن طريق تعبئة الاستمارة الإلكترونية يلي نحن عملناها. أكيد لكم صفحة على الفيسبوك. طبعاً لنا صفحات كل باسم الجمعية سوريين إيجابيين بالمطلق. كل مركز له صفحة خاصة فيه بينزل شو هي الدورات اللي هو عم يعملها، لا أما بيعبوا الاستمارة وبيجوا بيتفضلوا لعنا، لا أما بيجوا بيسجلوا عنا أو بيتصلوا بالإداريين وبيسجلوا. إن شاء الله اليوم هيك كل حدا حابب يستفيد من وجود هاي الكورسات يكون عم يشوفنا أو يقدروا يستفيدوا من هاي المعلومة. سوريين إيجابيين بالمطلق، نحن دائما بحاجة لهي الإيجابية إن كان بالاسم وإن كان بالعمل على الأرض. نشكر حضورك اليوم جولنار، وأكيد تحياتنا لكل فريق المؤسسة. شكرا كثير لك جولنار، يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية.